بيكم يا سنة أولى. إيه الأخبار؟ معاكم زميلتكم مريم عبد الله من الفرقة الخامسة. إن شاء الله النهاردة هنشرح أول توتوريال في الريسبيراتري بعنوان سيربيتك أند نوكشوس جازز. أكشلي أنا مش عارفة التوتوريال ده داخل معاكم الميد ولا إيه، فهو لو داخل معاكم الميد فغالبا انتوا بتأجلوا التوتوريالز للآخر، تمام؟ احنا برضو بنأجلهم للآخر. المهم يعني most probably ان انت هتبقى قاعد مزنوق قدامي دلوقتي، فهنحاول ننجزه في السريع بحيث يعني ما ياخدش وقت منكم في المذاكره ان شاء الله. كمان عندي ليك خبرين، خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو ان الدكتور مأكد على حاجات و which is ده هيساعدنا يعني ان شاء الله. الخبر الوحش ان الصراحه التوتوريال ده مش لذيذ قوي، يعني معظمه اصلا توكسو، تمام؟ التوكسو ماده لذيذه يعني، بس الفكره فاهم ملوش محل اعراب في الفورم. ما علينا، المهم احنا المحاضره النهارده ثيرابيوتيك اند نوكشوس جيز. اول حاجه نحب ندعي لزمايلنا ونفتكرهم بالرحمه وربنا يرحمهم كده. بعدين عايزه منك خربوش شاي وعشان نركز. هنقلب التوتوريال ده في ساعه يعني نص ساعه، ما اللي يجيبه ربنا كويس، بس خربوش شاي بس عشان نركز. طيب الجيزز بقى بتتقسم لايه؟ لحاجتين، ثيرابيوتيك تمام ونوكشوس. ثيرابيوتيك يعني علاجيه، ودي اللي احنا بتاعتنا عادي زي الاكسجين والكربون دايكسايد والهيليوم. طيب النوكشوس دي ايه؟ النوكشوس دي اللي هي الغازات السامه زي الكربون مونوكسيد. كربون مونوكسيد ده يا ولاد اللي هو الغاز، او مثلا لما حد مثلا بيحرق اورجانيك ماترز مثلا وطلعت غاز، فالغاز ده كربون مونوكسيد زي الحطب مثلا، او عارفين السخان بتاع الغاز. الناس اللي بتموت من الطريقه دي ده بتموت من الكربون مونوكسيد. تاني حاجه الهيدروجين ساينايد. الهيدروجين ساينايد ده الغاز الناتج نتيجه لحرق البلاستيك، تمام. يبقى المحاضره النهارده حاجتين، ثيرابيوتيك ونوكشوس. طب خلينا نبص كده اوفر فيو، الدكتور ركزت على ايه؟ الدكتور ركزت على الاكسجين، تمام. والاكسجين جدا مهم بصراحه، سواء في الاستقبال سواء في اي حاجه لازم تبقى عارف بنستعمله في ايه وايه السايد افكتس بتاعته والكلام ده كله، تمام. وركزت معانا على الساينايد، تمام، لان برضو الساينايد ده مهم، وهتشوف ناس جالها توكسيستي من الساينايد كتير، تمام. فهي اما بقى بالنسبه للباقي مركزتش قوي، قالتهم سريعا، فهنحاول برضو نقولهم سريعا بحيث برضو احنا مش ضامنين الدكتور ممكن تخرج بره الكلام ده ولا لا، تمام. اول حاجه معانا هي بقى مين؟ هي الكربون مونوكسيد بويزنينج. وزي ما اتفقنا الكربون مونوكسيد ده عباره عن ايه؟ الكربون مونوكسيد ده عباره عن الغاز بتاع البوتاجاز، الغاز بتاع السخان، الغاز الناتج عن احتراق الحطب او اي اورجانيك ماتيريال يعني. طيب كلمة السر هنا معانا هي الاكسجين. هتقولي ازاي يا مريم؟ هقول لكم ان الكربون مونوكسيد ما بيحبش الاكسجين، تمام. حكاية بسيطة خالص، هو ما بيحبش الاكسجين ليه؟ لان كثافة الكربون مونوكسيد اعلى من كثافة الاكسجين. ففي الانفايرمنت حوالينا هتبص تلاقي ان الكربون مونوكسيد بيريبليس الاكسجين، تمام. يعني لو مثلا اوضة حلو موجوده وفيها بوتاجاز، والبوتاجاز فتح الغاز بتاعه فطلع الكربون مونوكسيد، هيربليس الاكسجين اللي موجود في الجو، يفضل يطلع الاكسجين فوق 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 لحد ما ايه، هيخلي يطلع الاكسجين بره الاوضه اصلا، فبالتالي بتختنق لان انت مش واصل لك اكسجين. وجوه الجسم كمان تخيل ان هو الكربون مونوكسيد ده بيمسك في الهيموجلوبين 210 مره اكتر من الاكسجين، حلو الكلام. فبالتالي الهيموجلوبين اللي في جسمك هيبقى ماسك فيه كربون مونوكسيد، مش هيبقى ماسك فيه اكسجين، فبالتالي الجسم مش هيوصل له والخلايا مش هتوصل لها الاكسجين المناسبه. فبالتالي لما اجي اقول لك التريتمنت معانا هو اكسجين مش هنستغرب، تمام. نيجي بقى نقرا الكلام اللي مكتوب، بيقول لك ايه؟ ان هو نون اريتنت جاز فروم انكمبليت بيرنينج اوف اورجانيك ماتر. ايوه الحطب والحاجات دي كلها، تمام. وهو نون اريتنت، عشان هنيجي يقول لك هو ليه اتكى على نون اريتنت؟ عشان الاكسجين اريتنت، دي معلومه هنحتاجها بعدين. طيب ايه كمان؟ بيقول لك ذا كوز اوف لارج نمبر اوف اكسيدنتال ديث، يعني هو بسببه حصل اكسيدنتال ديث كتير جدا. افتكروا دايما الحوادث بتاعه اللي في الشتاء بتحصل بسبب السخانات الغاز، تمام. طيب بيقول لك بقى الميكانيزم بتاعه ايه؟ الميكانيزم بتاعه ان هو هايلي افينيتي للهيموجلوبين، 210 مره اكتر من الاكسجين، فيعمل حاجه اسمها ايه؟ كاربوكسي هيموجلوبين. كاربوكسي هيموجلوبين ده لونه تشيري ريد كلر، يعني
شبه الكريز كده في اللون، احمر فاقع. برضو هنسمع كلمة شيري ريد كالر دي في السيانايد، في السيانايد بويزنج برضو ممكن يركزوا في الألوان. أنا فاكرة في التوكسو كانوا بيركزوا في الألوان، فممكن عادي في الفارما برضو يركزوا على الألوان. فشيري ريد كالر موجود مع الكربون مونوكسيد وموجود مع السيانايد. طيب فبالتالي الأكسجين كارين كاباسيتي هتبقى قليلة والأكسجين اللي هيوصل للخلايا قليل. طيب التريتمنت ايه؟ أكسجين قليل، خلاص يا عم اديله أكسجين. طيب هل أي نوع من الأكسجين هينفع؟ طب ما الأكسجين موجود في الجو كان نفع نفسه. لا، نوع معين من الاكسجين. النوع المعين من الاكسجين ده اسمه ايه؟ هايبر باريك اكسجين. الهايبر باريك اكسجين ده الكلام ده برضو جاي بعدين، بس خلينا برضو ايه نفتح مواضيع مع بعض. الهايبر باريك اكسجين ده بيبقى عباره عن 100% اكسجين. يعني انا الاكسجين اللي في الطبيعي باخده مش بيبقى 100%؟ لا طبعا، الاكسجين ده غاز اريتنت وغاز توكسيك وغاز مش احسن حاجه يعني. هو حاطينه في الترابيوتيك بس دي سايد افكتس كتيره جدا، ما اقدرش اديهولك 100% الا اذا عند الحاجه. عند الحاجة زي ايه؟ الكربون مونوكسيد. يبقى هايبر باريك اكسجين. طيب ماشي، يعني اكسجين اندر بريشر يبقى 100% اكسجين. طيب ايه كمان؟ او بنسميه حاجة تانية اسمها كربوجين. الكربوجين ده برضو 95% اكسجين و5% كربون مونوكسيد. طب ليه 5%؟ قصدي كربون دايكسيد. ليه 5% كربون دايكسيد؟ الاكسجين لوحده هيعمل ريسبيراتوري انهبيشن. ايه اللي بيعمل ريسبيراتوري ستيميليشن ويخلي فيه شهيق وزفير؟ ان فيه كربون دايكسيد. طب انت ما ادتلوش كربون دايكسيد و100% اكسجين، كده ممكن يحصل ايه؟ ريسبيراتوري انهبيشن. فلازم اديله 5% كربون دايكسيد. تمام، خلي المعلومه دي على جنب او يعني مش مهم. اهم حاجه نوع الاكسجين اللي بديه في الكربون مونوكسيد مين؟ هايبر بارك او حاجه تانية اسمها كربوجين. طيب مش معقوله انا دلوقتي البيشنت محطوط في اوضه فيها غاز ومتسمم وحالته حاله اخليه في الاوضه؟ لا، هترانسفير ذا بيشنت تو فريش اير، ده رقم واحد اهو. تمام، فين الماوس؟ اه اهو تمام. وهديله هايبر باريك اوكسجين، علمه على هايبر باريك اوكسجين، نوع الاكسجين مهم. طيب وسبورتيف تريتمنت ماشي. بس يبقى احنا كده خلصنا مين؟ الكربون مونوكسيد. قلنا كلمه السر في الكربون مونوكسيد هو الاكسجين، هو بالاكسجين نائر ونقير، سواء في الانفايرمنت سواء في جسمك جوه. جسمك جوه فهو هايلي عنده هايلي افينيتي فور هيموجلوبين، يعمل كاربوكسي هيموجلوبين which is cherry red color، بيبقى في النيل في الفينجر في الميكوزا. فبالتالي بيقلل الاكسجين كارينج كاباسيتي. تمام، الاكسجين مش واصل للخلايا، يبقى التريتمنت ايه على طول؟ اكسجين. انهي نوع من الاكسجين؟ هايبر باريك اكسجين، تحت مليون خط تحت هايبر باريك اكسجين، مهمه جدا. تمام. نيجي بقى نتكلم عن هنا بقى بيقول لك السيمتوم اوف كربون مونوكسيد، هي عباره عن سلايد عاديه جدا. يعني دلوقتي الكربون مونوكسيد مين اللي قال لي يا اولاد؟ الاكسجين. والاكسجين ده لما يقل هيعمل سي ان اس توكسيستي. سي ان اس توكسيستي دي هتظهر في صوره ايه؟ ديزنس، كونفيوجن، بلارد فيجن، هيدك، shortness of the breath. ليه بقى shortness of the breath؟ لان الجسم عنده craving او عنده عطش للاكسجين. حلو، فهيبدا ياخد نفسه بصوره سريعه، وصوره سريعه معناها ايه؟ shortness in the breath. تمام. ممكن يحصل نوزيا، نوزيا وهيدك ودزنس وconfusion وبلرد فيجن، كل دي سي ان اس سيمتومز. تمام، اكشلي مش عارفه ليه ممكن يحصل شيست بين، بس اصلا الدكتور ما ركزش في الكربون مونوكسيد لان كده كده هيتاخد في الشرعي. تمام. نيجي بقى ندخل في تاني حاجه معانا، السيانايد بويزنينج. والسيانايد بويزنينج بقى لو انت نايم او كده صحصح معايا. ليه؟ عشان ده مهم، عشان الدكتور ركزت عليه من اوله لاخره حرفيا. تمام، ركزت على التريتمنت اكتر حاجه، بس الحاجات الباقيه برضو ركزت عليها. فالسيانايد بويزنينج مهم جدا جدا، الدكتور مأكد عليه. طيب السيانايد بويزنينج ده بقى سببه ايه؟ انهاليشن اوف سيانايد فيبر. ده يعني حماده هلال قوي في نفسه. طب السيانايد فيبر ده بيجي منين؟ من احتراق البلاستيك. معلومه كمان يعني ممكن تكون هاها وكده، بس السيانايد ده موجود في بذر التفاح بجد. فلو حابين تنتحر ولا حاجه ممكن تاكلوا بذر تفاح، بس بكميات كبيره بقى عشان تعرفوا تجيبوه. لا يا اولاد ده حاجه مش صح. ما علينا، الميكانيزم بقى. الميكانيزم مهم جدا نعرف الميكانيزم بتاع السيانايد. طيب هنحكي لكم حكايه بسيطه. عندنا انزيم اسمه سيتوكروم اكسيديز. السيتوكروم اكسيديز ده موجود فين؟ في الميتوكوندريا. بيعمل ايه؟ الخليه بيجيلها الهيموجلوبين، شايل الاكسجين. حلو، وهيمشي وهو شايل كربون مونوكسيد، كربون دايكسيد. حلو، طيب مين اللي هيشيل الهيموجلوبين ده الكربون الكربون دايكسيد وياخد منه الاكسجين؟ هو حاجه اسمها انزيم موجود في الميتوكوندريا اسمه سيتوكروم اكسيديز، وباختصار شديد دي عمليه اسمها التنفس الخلوي. حلو كده الحكايه ماشيه تمام. طب ايه رايكم لو جه حاجه اسمها السيانايد مزعجه جدا
مسكت في السيتوكروم اوكسيديز خليته ستيبل كومبلكس مش عارف يعمل شغله. يبقى معنى كده ان الخليه مش هتقدر تاخد الاكسجين من الهيموجلوبين ولا هتقدر تدي الهيموجلوبين الكربون دايوكسيد. يعني الدم اللي داخل الخليه اكسجينيتد واللي خارج من الخليه برضو اكسجينيتد. حلو الكلام، حلو الكلام. يعني الخليه دلوقتي عارفه تستعمل الاكسجين؟ اجابه قطعا لا، هي مش عارفه تستعمل الاكسجين. ليه؟ عشان السيتوكروم اوكسيديز متشبك في الساينايد. طب معلومه بقى مهمه جدا جدا هتفرق معايا في التريتمنت، ان السيتوكروم اوكسيديز ده ماسك في حاجه اسمها فيريك ايرون، نوت فيرس، فيريك. تمام، حطوا مليون خط تحت فيريك ايرون دي عشان هتفيدني جدا في التريتمنت. تمام، والفيريك ايرون ده عباره عن كومبوننت بتاع السيتوكروم اوكسيديز. تمام تمام. تاني وحد مش فاهم عشان الحته دي الدكتور اكدت عليها وقالت عليها مهمه، ايه هو الميكانيزم اوف ساينايد؟ الساينايد ده بيمسك في السيتوكروم اوكسيديز عن طريق الفيريك ايرون. تمام، طيب يخلي السيتوكروم اوكسيديز مش عارف يعمل شغله. طب ايه شغل السيتوكروم اوكسيديز؟ بياخد من الهيموجلوبين الاكسجين ويديله الكربون دايوكسيد. طيب انا دلوقتي السيتوكروم ده اوكسيديز مش عارف يعمل شغله، فبالتالي الخليه مش هتعرف تاخد الاكسجين. تمام، يبقى الخليه مش هتعرف تستعمل الاكسجين، يبقى الدم هيدخل اوكسجينيتد وهيخرج اوكسجينيتد عشان السيتوكروم اوكسيديز مش شغال، متكلبش بالساينايد. حلو الكلام، حلو الكلام. نيجي بقى نتكلم عن المانيفستيشن. الدكتور مركزتش على المانيفستيشنز قوي. تمام، والمانيفستيشنز بصراحه كلام يعني حماده هلال في نفسه. يقول لك هاي كونسنتريشن ولو كونسنتريشن. هاي كونسنتريشن يعني تركيز الساينايد عالي، يعني هيموت بسرعه. حلو، كاردياك اريست ديس ويموت. بس يقول لك كوما سيجرز ابنيا كاردياك اريست ويموت، خلاص فاهمين. انما بقى لو كونسنتريشن يقوم مطول لك بقى في السيمتومز، هيدك، فيرتايجو، كونفيوجن. هيدك يعني صداع، فيرتايجو دوخه. تمام، كونفيوجن، جنرال ويكنس، ديزنس. تمام، وبعدين يدخل في ديب كوما كاردياك اريست ويموت برضه. طيب حاجه مهمه قوي، فاكرين لما قلت لكم في الكربون مونوكسيد انت هتسمعوا تشيري ريد في حاجتين، كربون مونوكسيد وساينايد بويزنينج. ادي ساينايد بويزنينج جه فيه بقى تشيري ريد. طب ما نسال نفسنا ليه شيري ريد في الساينايد بويزنينج؟ مش انا قلت لكم الخليه هيوصل لها الدم اوكسجينيتد ويخرج اوكسجينيتد، ففي كل الاحوال الاكسجين موجود في الدم لسه ما راحش الخليه، والاكسجين ده بيخلي الدم شيري ريد. حلو، يبقى هنا عندنا شيري ريد. طيب زي ما اتفقنا ان الساينايد ده موجود فين؟ في التفاح، في بذر التفاح. بس هل احنا بنموت لما ناكل بذر التفاح؟ لا، لان انت محتاج دوز معينه عشان تموت من الساينايد. الدوز دي 1.5 ملي جرام بير كي جي في البادي، في البادي ويت. يعني كل كيلو جرام من جسمك قصاد 1.5 ملي جرام من الساينايد عشان تموت بعد الشر يعني. المهم يبقى احنا كده الساينايد، الحته السلايد دي مهمه. الساينايد ده اول حاجه ايه؟ الكوز انهاليشن اوف ساينايد فيبر. طب ايه الميكانيزم؟ السيتوكروم اوكسيديز انزيم هو ده ايه كلمه السر في الساينايد بويزنج. حلو، ممكن مثلا تسالك برضو على في الام سي كيو على اسم الانزيم سيتوكروم اوكسيديز. تمام تمام، ونركز على حته فيريك ايرون عشان ده هيفيدنا في التريتمنت السلايد الجاي. تمام، يقوم عامل ستيبل كومبلكس، يقوم السيتوكروم اوكسيديز متكلبش في الساينايد فما يشتغلش، فالخليه ما تستفيدش من الاكسجين اللي بيجي لها. طيب ايه المانيفستيشن؟ قسمها هاي كونسنتريشن ولو كونسنتريشن. هاي كونسنتريشن هيموت بسرعه، لو كونسنتريشن هيموت برده بس هيجي له شويه اعراض لحد ما يموت. طيب الفيتال دوز 1.5 ملي جرام بير كي جي. حلو حلو، نيجي بقى للسلايد الجاي. السلايد دي بيقول لك قال ايه بقى السيتوكروم اوكسيديز جوه الميتوكوندريا، ايه ماسك فيه الساينايد اللي هو البينك مع بيربل ده ماسكين في بعض فعاملين كومبلكس مش عارفين يشتغل بلو بلو كده يعني. المهم تريتمنت اوف توكسيسيتي اوف ساينايد دي مهمه بقى جدا. الدكتور يعني هي شرحه المحاضره في قد كده، شرحه ده في نص محاضره مثلا، فاهمين؟ طيب هنقسم التوكسيسيتي حاجتين شبه بعض، حاجتين مع بعض، واكسجين. طيب خلونا نخلص من الاكسجين الاول. هو دلوقتي عنده في الاير في الاير باثوي بتاعته مليانه ساينايد، هتديله اكسجين عشان يخفف الساينايد. كده كده انت لو اديته اكسجين مش هيستفيد بيه الخليه، الانزيم المسؤول على استقبال الاكسجين بايظ، بس هتديله اكسجين عشان الديليوشن.
تمام. الاكسجين هنا مش وظيفته تنفسيه، وظيفته يخفف الساينايد اللي موجود في الاير باث واي. تمام. طيب قلنا حاجتين زي بعض وحاجتين مع بعض، ايه الحاجتين اللي زي بعض؟ الكليتنج ايجنت. طب ايه يا مريم الكليتنج ايجنتس دي؟ كليتنج ايجنتس باختصار شديد دي عباره عن حاجه، دواء مثلا هياخده يمسك الساينايد من قفاه يخرجه بره الجسم سواء في ستول او في يورين. تمام، هو عارف الطريق. زي مثلا ايه، بتأجر بلطجيه للساينايد عشان يخرجوا ايه، يخرجوه بره الجسم. حلو، كليتنج ايجنت دي. طيب الكليتنج ايجنت نوعين، نوع قوي بس توكسيك، ونوع مش قوي بس مش توكسيك. طيب النوع القوي والتوكسيك استعمله في حاله سيفير ولا مايلد؟ قوي، انا عايزه رابد افكت بسرعه، يبقى مع الحاله السيفير. طب النوع اللي هو مايلد بس مش توكسيك، طب لو الحاله مش سيفير قوي خلاص ممكن استعمل معاها النوع ده. والاثنين يا سبحان الله عكس بعض. نيجي بقى بالراحه نقرا الكلام بعد ما فهمنا كده وفرشنا فرش. اول حاجه هو مش كوبلت، هو داي كوبلت، بس بجد اللاب كل شويه يعدلها وهو يعدلها، فاللاب نقر ونقير معاه النهارده. بس هو داي كوبلت ايداتا، ده كليتنج ايجنت. بيعمل ايه بقى الكوبلت؟ الداي كوبلت ايداتا ده يمسك الساينايد يكون كومبوننت اسمه كوبلت ساينايد. الكوبلت ساينايد ده توكسيك، ريلاتيفلي توكسيك، تمام، بس هايلي افكتيف ورابد، بيخرج الساينايد بسرعه. يبقى استعمله فين؟ في السيفير كيسز. تمام، افهموها كده بالراحه هتلاقوا الامور مشيت. ده ايه؟ كوبالت ساينايد. طيب الايه الكليتنج ايجنت التاني اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه سيانو كوبالامين. السيانو كوبالامين ده اصلا ايه يعني، قصدي مش السيانو كوبالامين، قصدي الكليتنج ايجنت التاني اسمه هيدروكسي كوبالامين. لما يمسك في الساينايد هيكون حاجه اسمها سيانو كوبالامين. حلو الكلام، حلو الكلام، تمام. هيقوم ماسك بقى الساينايد مخرجه بره الجسم، بس ده هارملس يعني مش مضر ومش توكسيك، بس بستعمله مع الحالات الايه المايلد. انما الاولاني اللي هو الكوبال الكوبالت ساينايد لا، ده توكسيك، فاستعمله مع الحالات السيفير، هو توكسيك بس ريليتيفلي رابيد. طيب احنا اتلخبطنا، هنسكمهم ازاي؟ عكس بعض يا اولاد. الكوبالت ساينايد عكس السيانو كوبالامين. تحس جايب المقطع الاول هنا والمقطع الثاني هنا، مبدلهم مع بعض عشان الاثنين نوعا ما في الاكشن ضد بعض، واحد قوي مع الحالات السيفير وواحد ضعيف مع الحالات المايلد. تمام. يبقى احنا في التريتمنت اوف توكسيستي كنا بنقول حاجتين شبه بعض، اللي هما الكليتنج ايجنت الدايكوبالت ايداتا والهيدروكسيكوبالامين، ومعانا اكسجين. ايه بقى الاثنين اللي كانوا مع بعض؟ حاجه اسمها، ركزوا بقى في الحته دي بجد عشان دكتور شرحتها بالتفصيل، حاجه اسمها اي في صوديوم نيترايت وحاجه اسمها صوديوم سايسلفيت. ايه الدنيا، ايه ده بقى؟ الاي في صوديوم نيترايت ده بيعمل ايه؟ بيمسك الهيموجلوبين. حلو، الهيموجلوبين ده فيه ايرون، بس الايرون فيرس. نركز بقى في الحته دي، فاكرين لما كنت بقول لكم الحته بتاعه الميكانيزم فيرس ولا فرك؟ هنا بقى الاستعمال بتاعه. يقول لك بقى النيتريت النيترايت ده اللي هو الصوديوم نيترايت ده يقوم ماسك الهيموجلوبين محول الفرس لفرك، فيتحول معانا حاجه اسمها ايه؟ ميت هيموجلوبين. ماشي، طيب انا استفدت ايه؟ انت كده ما جيتش ناحيه الساينايد، كده الساينايد لسه ما دخلش معانا. تمام، انت بس مجرد حولت الهيموجلوبين لميت هيموجلوبين، والميت هيموجلوبين ده بدل ما كان فرس بقى فرك. طب مين اللي كان بيحب الفرك؟ الساينايد. يقوم الساينايد بدل ما يمسك في السيتوكروم اكسيديز ويعقده في عيشته ويخليه مش عارف يعمل شغلانته ولا يعمل اي حاجه، يمسك في الميت هيموجلوبين اللي هو فيه فرك. الساينايد كلب فرك بجد. تمام. يقوم ماسك الميت هيموجلوبين، ماسك في الساينايد، عامل حاجه اسمها ايه؟ سيانو ميت هيموجلوبين. طيب انت عملتي ايه دلوقتي؟ ما انت لسه الساينايد موجود في جسمك، بدل ما مسك في السيتوكروم اكسيديز مسك في الهيموجلوبين ميت هيموجلوبين. لا بقى، ما احنا قلنا هندي حاجه كمان معاه اسمها ايه؟ صوديوم سايسلفيت. الاثنين مكملين لبعض يا اولاد. لما تدي صوديوم سايسلفيت يقوم واخد السيان وميت هيموجلوبين كده مخرجه في اليورين، لما يمسك فيه يحوله اصلا من سايسيانيد، السايسيانيد ده نون توكسيك ويخرج في اليورين. تمام. الصوديوم سايسلفيت يا اولاد نفس فكره الكليتنج ايجنت، بس كليتنج ايجنت لمين؟ للسيان وميت هيموجلوبين، مش السيانايد لوحده. تمام، نقول القصه تاني عشان عارفه ان الحته دي ممله، الدكتور ركزت عليها، فلو انت ما كنتش مركز معايا هنقول من الاول عشان نركز مع بعض تاني عادي جدا. تمام،
احنا عندنا حاجه اسمها ايه، اي في صوديوم نيترايت وصوديوم ساي سلفيت. النيترايت دي تمسك في الهيموجلوبين تحوله، تحول الحديد اللي فيه من فرس لفرك، وفرك ده معناه ايه؟ معناه ميت هيموجلوبين. حلو الكلام، حلو الكلام. الميت هيموجلوبين كده لسه ما جتش ناحيه الساينايد خالص. حلو، يقوم الميت هيموجلوبين ده ماشي ماسك في الساينايد محوله لسيانو ميت هيموجلوبين. طب انت كده عملتي لي ايه؟ ما هو بدل ما الساينايد كان ماسك في السيتوكروم اكسيديز بقى ماسك في الميت هيموجلوبين. لا، ما انا هدي لك كليتنج ايجنت اسمه صوديوم ساي سلفيت يقوم ماسك السيانو ميت هيموجلوبين متحول لمركب اسمه الساي ساينيت. الساي ساينيت ده نون توكسيك، كان بي اكسكريتد ان ذا يورين. حلو الكلام، حلو الكلام. اي ثينك ان هي كده وضحت. تمام، هنعيدها تاني في المراجعه، انا يعني معاكم للصبح. يبقى باختصار شديد التريتمنت اوف توكسيستي اوف الساينايد ايه؟ داي كوبالت ايديتا والهيدروكسي كوبالامين والاثنين كليتنج ايجنت. وفهمنا يعني ايه فكره الكليتنج ايجنت. كليتنج ايجنت يعني يمسك الساينايد من قفاه يخرجه يا اما في اليورين يا اما في الاستول. حلو، والداي كوبالت ايديتا ده قوي. تمام، حتى داي كوبالت قوي. تمام، فاستعمله مع الحالات السيفير بس عشان هو ايه؟ عشان هو توكسيك. طيب الهيدروكسي، لا الهيدروكسي مش قوي بس سيف، فاستعمله مع الحالات المايلد. تمام، والاكسجين واتنين مع بعض، صوديوم نيتريت وصوديوم ساي سلفيت مع بعض. ليه؟ عشان الاتنين فيهم كلمة صوديوم. تمام، حاولوا تسكتوا الدنيا كده لنفسكم هتلاقوا الدنيا مشيت والله. طيب نرجع تاني مع بعض الساينايد. انا عايزة ارجعه يا دي النيلة عليا. بيرجع ثاني. نرجع مع بعض تاني الساينايد. الساينايد ده السبب انهاليشن اوف ساينايد فيبر، حماده هلال سيبك منها. الميكانيزم، اول حاجه الساينايد ده هاي افينيتي للفيريك ايرن، فيريك مش فيرس. تمام، الفيريك ايرن ده موجود في حاجه اسمها ايه؟ سيتوكروم اوكسيديز انزيم. سيتوكروم اوكسيديز انزيم ده موجود في الميتوكوندريا، بيساعد على ان هو ياخد الاكسجين من ايه؟ من الهيموجلوبين. طب انا مسكته في الساينايد فمش عارف يعمل شغله عشان تحول لكومبلكس ستيبل كومبلكس، فمش هيشتغل، فبالتالي الخليه مش هتعرف تاخد الاكسجين. ده كده الميكانيزم. المانيفيستاشن اقسمه هاي كونسنتريشن ولو كونسنتريشن. الهاي كونسنتريشن ده هيحصل ايه؟ الهاي كونسنتريشن ده هيموت بسرعه، كاردياك اريست، ويموت بسرعه within minutes. اما اللو كونسنتريشن هيظهر عليه شويه اعراض بالمونري اديما، ديب كوما، كاردياك اريست، ويموت برضه. تمام، في الحالتين هيموت. مهم جدا اعرف الايه السكين كولر معايا. السكين كولر معايا تشيري ريد. ليه؟ اوكسجينيتد بلاد يا جدعان، ما هو الخليه مش عارفه تاخد الاكسجين اصلا. تمام، فده تشيري ريد. التشيري ريد برضو كان موجود معايا فين؟ التشيري ريد ده كان موجود معايا في الكربون دايكسايد. طب الفيتال دوز 1.5 مللي جرام بير كي جي في البادي ويت. حلو، حلو. نيجي نتكلم على تريتمنت اوف توكسيستي. تريتمنت اوف توكسيستي اتنين كليتنج ايجنت، اتنين مع بعض، وايه؟ والاكسجين ثيرابي. الاثنين الكليتنج ايجنت، واحد قوي واحد ضعيف. القوي اسمه ايه؟ داي كوبالت. كوبالت فهو قوي اذاته كليتنج ايجنت. طيب هيمسك الساينايد يتحد معاه يكون حاجه اسمها كوبالساينايد. كوبالت والكوبالت ساينايد ده بيخرج عادي، كان بي اكسكريتد ايزلي يعني. طيب الهيدروكسي كوبالامين، الهيدروكسي كوبالامين يمسك برده في الساينايد. تمام، يعمل حاجه اسمها سيانو كوبالامين. حلو، ويخرج برده بسهوله. الكوبالت قوي مع السيفير كيسز، الهيدروكسي كوبالامين مع المايلد كيسز. طيب الاثنين اللي مع بعض مكملين لبعض، اي في صوديوم نيترايت وصوديوم ساي سلفيت. الاي في صوديوم نيترايت هيمسك، ما بيتعاملش مع الساينايد خالص، بيتعامل مع الهيموجلوبين، يحول الفرس لفرك، واللي بيبقى فيه فرك ده بنسميه ميت هيموجلوبين. الميت هيموجلوبين ده بقى هيمسك في الساينايد يتحول لسيانو ميت هيموجلوبين. انا لسه ما استفدتش حاجه ولسه ما خرجتش الساينايد من جسمي، هنا يجي دور مين؟ الصوديوم ساي سلفيت، يقوم ماسك السيانو ميت هيموجلوبين. تمام، متحد معاه مكون حاجه اسمها سايو ساينيت. السايسينيت ده كان بي ايزلي اكسكريتد ان ذا يورين. طيب مشكلتنا هنا برضو ان احنا عندنا ساينايت هايلي كونسنتريتد ان ذا اير باث ويز. طيب انا هعمل ايه؟ هدي اكسجين عشان بيعمل ديليوشن للساينايد اللي موجود في الاير باث ويز. تمام، يعني بيخفف الساينايد الموجود في الاير باث ويز. تمام يا ولاد، تمام. احنا كده هنيجي بقى لحاجتين، فاضل لنا حاجتين ودكتور قالت عليهم مش مهمين قوي، بس هنقولهم برضو لان ممكن الدكتور عادي تخرج برا الموضوع. ولكن معانا سؤالين. تمام، لان الساينايد قلنا عليه مهم جدا فجبنا عليه سؤالين.
تمام. ده شكل الهيدروكسيك بالامين الكليتنج ايجنت الضعيف، قصدي يعني المايلد كيسز. وده الصوديوم نايترايت والصوديوم سايسلفيت، ده انجكشن الاثنين مع بعض. شوف هما علبتين اهم بيتاحوا ايه مع بعض. ماشي. نيجي بقى بعد كده ايه بقى نتكلم على الام سي كيو اللي معانا. بيقول لك ايه which of the following is a chelation treatment. chelation يعني اللي هو بيمسك الدواء يخرجه يعمله easily excretion، يعني نفس الفكره يعني. for cyanide poisoning هيدروكسيكوبالامين، ايوه كان هيدروكسيكوبالامين وداي كوبالت، تمام. ايه ده طيب صوديوم نيترايد ده مش كليشن، ده مش بيعمل كليتنج خالص. ده الصوديوم نيترايد ده كان بيمسك يحول الهيموجلوبين من يحول فرس لفرك فيحول ميت هيموجلوبين. الانسولين ما جبناش سيرته خالص، هيدروكورتيزون لا ولا جبنا سيرته، يبقى مين هنا الاجابه A. طيب بيقول لك all of these drugs can be used. يا جماعه وقفوا الفيديو حلوا السؤال وشغلوه تاني تمام عشان انا ما عرفتش اجاوبه. طيب بيقول لك all of these drugs used in treatment of cyanide toxicity ما عدا الدايك كوبالت اي داتا كليت ساينايد تمام، الهيدروكسي وبالامين اوكسجين ثيرابي سي او 2 لا طبعا ولا جبت سيرته تمام، يبقى الاجابه هنا دي. طيب نيجي بقى نتكلم على احنا كده خلصنا، احنا اصلا المحاضره مقسومه ثيرابيوتيك جازز وايه وتوكسيك جازز. احنا كده خلصنا مين التوكسيك جازز، ندخل بقى على الثيرابيوتيك جازز. الثيرابيوتيك جازز مهم جدا جدا فيها الاكسجين الهيليوم والكربون دايكسيد، الدكتور ما علقتش عليهم كتير تمام، فهنتكلم برضو نستفيد في الاكسجين. اما بقى ال ايه بقى الهيليوم والكربون دايكسيد هنقولهم بسرعه تمام. تمام نيجي بقى اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده الاكسجين. الاكسجين لازم نعرف يعني ايه هايبوكسيا الاول، يعني هي دكتور حطاها كده في مش عارفه بس هايبوكسيا يعني انتوا اكيد في ريسبيراتوري بقالكوا كتير، يعني ديبريفيشن اوف تيشو فروم اكسجين، يعني التيشو مش وصلها اكسجين كفايه. طيب الهايبوكسيا دي ممكن يبقى ليها اسباب كتير كتير تمام. نيجي نعرف ايه الاسباب بتاعتها. اول حاجه بيقول لك inadequate oxygenation of normal lung tissue، بمعنى الاكسجين اللي موجود في الجو حواليك قليل، زي مثلا لما تروح للهاي التيتيود يعني قمم الجبال او حته عاليه دي الاكسجين بيبقى فيها قليل، او عندك باراليسيس اوف ريسبيراتوري ماسل شلل في الماسلز بتاعه التنفس فبالتالي مش عارفه تاخد الاكسجين اللي موجود في الجو ويدخل تمام. يبقى كده المشكله في الاكسجين اللي بره، يا اما هاي التيتيود في اكسجين كميات قليله، يا اما الماسل بتاعتك مش عارفه تعمل ريسبيريشن فبالتالي مش عارفه تاخد الاكسجين جوه. طيب يا اما مشكله بقى جوه في اللنج ذات نفسها اللي هو السي او بي دي او لنج فايبروزس، فاللنج مش عارفه تعمل ايه تتنفس برضه. طيب يا اما ايه كمان، يا اما اللنج اتنفست والاكسجين وصل بس الاكسجين ترانسبورت فيه مشكله زي الانيميا مثلا وزي الابنورمال هيموجلوبين، الهيموجلوبين اللي هو بيوصل الاكسجين ده مش طبيعي زي الميت هيموجلوبين او السيانو هيموجلوبين او السلفو هيموجلوبين او اي سيستميك ديزيز مبوظ البلد فمبوظ الترانسبورتيشن. حلو. او ان ادكويت تيشو يوتيلايزيشن اوف اوكسجين، يبقى الترانسبورتيشن كان تمام، الانفايرمنت بره تمام، اللنج عندك تمام، بس التيشو ذات نفسه مش عارف يلقط الاكسجين. ودي سمعناها فين في الساينايد بويزنج، لو فاكرين الميتوكوندريا الانزيم اللي فيها بايظ مش عارف ياخد الاكسجين من الهيموجلوبين تمام. يبقى الاكسجين ديبريفيشن مش بس مجرد انه الهواء ما فيهوش اكسجين فيلا انا عندي هايبوكسيا، لا ده حاجات كتير جدا، يا اما بره في الانفايرمنت زي مثلا قمم الجبال او الحتت العاليه بيبقى الاكسجين فيها قليل، يا اما اللنج ذات نفسها بتاعتك بايظه زي السي او بي دي واللنج فايبروسس، يا اما ان ادكويت اوكسجينيشن سوري ان ادكويت اوكسجين ترانسبورتيشن توصيل الاكسجين مش تمام زي الانيميا مثلا، او الهيموجلوبين مش كويس زي السلفو هيموجلوبين او السيانو هيموجلوبين او كده، او ان ادكويت تيشو يوتيلايزيشن اوف اوكسجين يعني التيشو خلاص جالها الاكسجين لحد عندها بس التيشو فيها مشكله مش عارفه تستعمل الاكسجين. حلو الكلام. حلو الكلام. طب ايه بقى المانيفستيشن اوف هايبوكسيا، يعني انا حد جالي هايبوكسيا هيظهر عليا ايه؟ اول حاجه ساينوزس يعني ازرق طبيعي ماشي. طب زائد ايه بقى مهم جدا تعرف الاكسجين بيعمل استيميليشن ولا انهيبيشن للسيستم. حلو. والاكسجين سهلها علينا بصراحه، هيعمل استيميليشن لكل حاجه ما عدا السي ان اس. حلو الكلام. طيب هيعمل استيميليشن لكل حاجه زي الريسبيريشن، فهتلاقي ان الريت والدبث اوف ريسبيريشن زاد. جسمنا يا اولاد ذكي، يعني انت دلوقتي لو الهواء ما فيهوش اكسجين الجسم بيحس
فيبدأ يعمل ياخد نفسك بسرعة بطريقة عميقة ديب عشان ياخد اكسجين على قد ما يقدر من الجو ويشفط الجو. تمام. طيب ايه كمان؟ السي في اس. السي في اس هيزود السمباثيتك، وزي ما عارفين السمباثيتك ده يعني ايه، زي يعني واحد خايف بتجري، هيبقى عندك ايه، الهارت ريت بتاعك عالي، البلاد بريشر بتاعك هيعلى. تمام. هيحصل فازو دايليتيشن للسريبرال والكورونري ارتري، فازو كونستريكشن للبلمونري فيزلز. انتوا احسن مني في الحاجات دي. اهم حاجه بيزود السمباثيتك. طيب يبقى احنا قلنا الاكسجين بيزود السيستم، السيستمز كلها ما عدا السي ان اس بيقلله، زود معانا الريسبيريشن وزود معانا السي بي اس. هيقلل معانا مين؟ السي ان اس. السي ان اس هيقلله. تمام. بمعنى ان هو هيقلل المنتال افكسي والايموشن ستابيليتي، الفيجوال اكيتي، الموتور كوردينيشن، هيقلل كل الحاجات دي، ولا اي حاجه لها علاقه بالسي ان اس بيقللها. تمام. كمان ممكن يوصل مع ان هو يبقى انكونشوسنس وسيركيلاتري فيلير، وممكن يوصل معانا لدت. تمام. تمام. يبقى المانيفستيشن ساينوزس، وبيزود تو سيستمز اللي هما ريسبيريشن والسي بي اس، ويقلل السي ان اس. حلو الكلام. حلو الكلام. يبقى احنا خدنا في السلايد دي ايه يعني ايه هايبوكسيا، ايه الكوزز بتاعه الهايبوكسيا، وايه المانيفستيشن بتاعه الهايبوكسيا. طيب نيجي بقى نتكلم عن حته مهمه 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 في غايه الاهميه. حتى الدكتور وقعت بلسانه وهي بتتكلم، قالت احتمال تجيبها ريتن مثلا، يعني ريتن وام سي كيو والله العظيم. تمام. الاكسجين فيه نوعين، نورموباريك تمام، والنوع الثاني اللي هو هايبرباريك. تمام. النورموباريك ده يعني تركيز الاكسجين 40-60%، الهايبرباريك تركيز الاكسجين 100%. ولو فاكرين في اول سلايد خالص قلت لكم الكربون مونوكسيد التريتمنت بتاعه اكسجين، بس مش اي اكسجين، هايبرباريك اكسجين. حلو الكلام. حلو الكلام. نيجي بقى نشوف الثيرابيوتيك يوزز اوف نورموباريك اكسجين اللي هو تركيزه كام، 40-60%. بيقول لك ايه، هايبوكسي اكسبت ان ساينايد بويزنينج، عشان هنقول ان ساينايد بويزنينج والكربون مونوكسيد بنديهم هايبرباريك اكسجين. طيب بيديليوت ان جنرال انستيزيا، بيستعمله في الديليوشن. فاكرين برضو استعملنا الاكسجين في الساينايد بويزنينج في الديليوشن، يبقى هو مش وظيفته بس تنفسيا، ممكن يعمل ديليوشن في الجنرال في الجنرال انستيزيا، يعني في التخدير مع الهالوثان. الهالوثان ده دواء بنستعمله في التخدير. حلو. فيعمل ايه، يعمل ايه لو احنا مش عايزينه مركز نحط عليه اكسجين عشان يحصل ديليوشن. طيب ابدومينال ديستنشن اللي هو باراليتيك اليس، مش عارفه اقول لكم اشرح لكم الباراليتيك اليس ازاي، بس مثلا لما واحد يكون خارج من عمليه جراحيه، حلو، هل هو بيحصل بريستاليسز والانتستين بتاعته بتتحرك بعدها على طول؟ لا، الجسم بيبقى في حاله صدمه لان اتفتح والامعاء طلعت ودخل التاني والكلام كتير، فعلى ما الامعاء تتحرك بتاخد وقت. تمام. دي حاجه اسمها باراليتيك اليس، دي حاجه تاخدوها في الجراحه لسه. طيب ادي اكسجين ليه، الاكسجين بيعمل ستيميليشن للبريستاليسز بتاعه الانتستين. حلو. فتبدا الانتستين بتاعه تتحرك على طول. والمايجرين هيدك يعني الصداع نصفي. طيب بما ان الحته دي مهمه فاحنا هنسكمها مع بعض. بيخفف الصداع لراجل عنده نقص اكسجين وبطنه منفوخ، بيخفف يعني بيعمل ديليوشن ان جنرال انستيزيا مع الهالوثان. طيب الصداع في المايجرين هيدك لراجل عنده نقص اكسجين، نقص اكسجين يعني هايبوكسي اكسبت ساينايد بويزنينج، مهمه جدا. ممكن تقول لك ان النورموباريك اكسجين بنستعمله مع في كل ده ما عدا ايه، ساينايد بويزنينج. تمام. بطنه منفوخه اللي هو ايه، باراليتيك اليس. طيب نيجي بقى بعد كده للنوع الثاني اللي هو مين، اللي هو الهايبرباريك اكسجين اللي هو كام في المية، 100% اكسجين. طيب ده قال لك 3C مع الكربون مونوكسيد بويزنينج والساينايد بويزنينج والسيركيلاتري كوزس، سواء بقى كورونري ثرومبوزس، شوك، بالمونري اديما، فاهمين يعني مشكله في جوه في الجسم مش عارف ياخد اكسجين. يبقى الثلاثة سي مين، كربون كربون مونوكسيد بويزنينج، ساينايد بويزنينج، سيركيلاتري كوز. طيب عمليات بقى، عمليات زي سيرجيكال كاردييك اوبريشن والاورجان ترانسبلانتيشن. تمام. اي عمليه في القلب، احنا قلنا اي حاجه ريليتد بالسيركيلاتري او بالقلب ياخد ايه، هايبرباريك اوكسجين، واورجان ترانسبلانتيشن. تمام. تمام. واشعه، اشعه اللي هي راديو ثيرابي ان رابيدلي جروينج تيومرز، لان الاكسجين بيعمل انهيبيشن للايه، للتيومر شويه انها تكبر. حاجه كمان نسيتها في التسكيمه اللي هي ايه، حرف الايه اللي هو انيروبيك انفكشن، الاكسجين ده بيقلل كمان الجروس بتاع الايه، البكتيريا.
فبالتالي هو يعتبر معقم. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى تاني عشان الحته دي مهمه جدا جدا جدا، والدكتور يعني اكيد 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 هتجيلكوا وش في الامتحان، سواء ام سي كيو سواء ريتن، تمام؟ يعني دي اهم حته اصلا في التوتوريال دلوقتي. ايه هي؟ ان احنا عندنا ثيرابيوتيك يوزز للنورموباريك اكسجين والهايبرباريك اكسجين. النورموباريك اكسجين 40 ل 60%، الهايبرباريك اكسجين 100%. النورموباريك اكسجين الثيرابيوتيك يوزز بتاعته بيخفف الصداع لراجل عنده نقص اكسجين وبطنه منفوخه، بيخفف الصداع، بيخفف يعني بيعمل ديليوشن للايه، الهالوثان في الجنرال انستيزيا. الصداع اللي هو مايجرين هيدك، راجل عنده نقص اكسجين اللي هو مين، اللي هو هايبوكسيا اكسبت ان ساينايد بويزن، وبطنه منفوخه اللي هو ابدومينال ديستنشن زي الباراليتيك ايليس. طيب اما بقى الثيرابيوتيك هايبر باريك اوكسجين، ثيرابيوتيك يوزز اوف هايبر باريك اوكسجين هو 100%، بنستعمله مع الثلاثه سي، كربون مونوكسيد بويزنينج، ساينايد بويزنينج، ساينايد بويزنينج، تمام، وسيركيلاتري كوز، تمام. عمليات بقى سواء سيرجيكال كارديك اوبريشن او اورجان ترانسبلانتيشن، واشعه براديوثيرابي اوف رابيدلي جروينج تيومرز. ومعلش نسيت الانيروبيك انفكشن، نسيت اسكمها في التسكيمه بتاعتنا، ماشي؟ بس لان هو الاكسجين بيقلل الجروس بتاع البكتيريا، تمام تمام. نيجي بقى نتكلم عن الان وونتد افكت بتاع الاكسجين، دي برضو مهم، دي برضو ريتن وش. ايه الان وونتد بقى؟ الان وونتد اول حاجه اكسجين ابني، مش احنا اتفقنا ان الاكسجين اللي بيعمل استيميليشن للريسبيريشن هو الكربون دايكسايد، حلو، اللي بيحسس الجسم ان هو محتاج اكسجين لما الكربون دايكسايد يزيد. طيب انت دلوقتي عملت دي اكسجين مثلا زي مثلا 100%، فالجسم مش حاسس ان هو محتاج اكسجين، انت خلاص وصلت لي الاكسجين، طب انا هعمل ريسبيريشن ليه؟ فممكن يعمل لك انهيبيشن للريسبيريشن. تاني حاجه بيعمل حاجه اسمها ريترو لينتال فايبروسيس ان بريماتور نيونيت، دي مهمه قوي بقى يا اولاد، قوي قوي بجد، هتاخدوها في الاطفال كتير. ايه بقى البريماتور نيونيت دول؟ يعني عيال حديثي الولاده بس اتولدوا قبل الشهر التاسع، قبل ميعادهم يعني. طيب بيتحطوا ساعات على انبوبه اكسجين لان ساعات بيبقى التنفس عندهم لسه ما اكتملش، لسه حاجات كتير. طيب الاكسجين 100% ده مشكله، او ايا كان بقى 40 60 معرفش يعني، تمام. ده بيعمل توكسيستي على حاجه اسمها ايه، على حاجه اسمها الريتنا. الريتنا دي اللي فيها كونز ورودز، فككم من الحته دي، فهمتوها كده بقى؟ ما فهمتوهاش عادي، كده كده تاخدوها بعدين. الكونز ورودز دول اللي بتقدر تشوف بيهم، فيعمل عليهم فايبروسيس، فبالتالي مش هيعرف يشوف العيل الصغير، وممكن يحصل له عمى لا قدر الله، وانت مش هتعرف تكتشف ده لانه عيل صغير مش هيقول لك انا مش شايف، خلاص فاهم؟ البصر ممكن يروح في لحظه بسبب كميه كبيره من الاكسجين بس. فريترو لينتال فايبروسيس ده يعني بيحصل فايبروسيس على الريتنا، فبالتالي عيل صغير ممكن يحصل له لا قدر الله عمى، تمام تمام. بالمونري اتلكتيزس، الحته دي احنا هنتطرق لها خلاص يعني السلايد الجاي اعتقد. بالمونري اتلكتيزس يعني ان الالفيولاي تكلبس على بعضها. طب ليه؟ لان الاكسجين غاز مش الكثافه بتاعته مش عاليه، تمام، فبالتالي مش هيعرف يخلي الالفيولاي منفوخه، تمام. فممكن ناخد مثلا 100% اكسجين فالالفيولاي تبقى كولابس على بعضها ويحصل بالمونري اتلكتيزس، لان الاكسجين غير قادر ان هو يخلي يكيب الالفيولاي منفوخه، تمام تمام. ممكن يحصل اكسجين بويزنينج. الاكسجين ده يا جماعه مش طيب زي ما احنا كنا فاكرين، لا ده هو غاز اريتنت، تمام، فممكن يعمل اريتيشن، ممكن يعمل سور ثروت، وممكن يعمل كوف. حتى الناس اللي بتاخد مثلا اكسجين تنفس اكسجين على طول، انابيب اكسجين، دايما بياخدوا ميوكوليتكس وحاجات تخفف البلغم وتقلل الريتيشن، بسبب ان فعلا فعلا حته الاير واي بتاعتهم بتكون متدمره بسبب الاكسجين عشان هو اريتنت، تمام. طيب السي ان اس ده بيعمل ايه؟ بيعمل ماسل تويتشز، يعني الماسل تقعد تكونتراكت كده بلا هدف، فيرتايجو يعني دوخه، كونفولجن، ولوس اوف كونشسنس، تمام تمام. يبقى الان وونتد افكتس اوف اوكسجين ان هو بيعمل ابنيه، بيعمل ريترو لينتال فايبروسيس، بيعمل بالمونري اتلكتيزس، اوكسجين بويزنينج عشان هو اريتن، وسي ان اس مانيفستيشن. طيب يا ولاد، طيب فاضل لنا بالظبط سلايدين وهنخلص. اول حاجه هي الهيليوم بقى، اخر حاجه. الهيليوم ده شخصيته ضعيفه، تمام. بيعمل ايه بقى؟ بيتاخد طبعا، الدكتور مركزتش لا على الهيليوم ولا على الكربون دايكسايد، وقالت كده كده ايه المعرفه، بس يعني احنا مش ضامنين حاجه. طيب الهيليوم زي ما اتفقنا بقى هو ايه؟ شخصيته ضعيفه، فبيجي مع الاكسجين، حلو، دايما دايما بيكون مع الاكسجين. في حاجتين، في الستيتس ازماتيكس، والستيتس ازماتيكس دي عباره عن كرايسيس من البرونكيال ازمه، يعني
ممكن مريض البرونكيال ازمه يتعرض لاتاكس اسمها ستيتس ازماتيكس، تمام؟ فساعتها بنضطر نديله اكسجين، والاكسجين ده بيكون مخلوط مع الهيليوم، تمام؟ تاني حاجه بيتاخد مع الاكسجين في الناس اللي هم بيغوصوا في الدايفنج بيبول. طب هشرحها لكم، فهمتوها فهمتوها ما فهمتوهاش خلاص عادي مش مهمه. يعني الدايفنج بيبول دول بيغوصوا في اعماق البحار، واعماق البحار الضغط فيها مرتفع، اتمنى اكون صح. فالضغط لما بتنزل يكون مرتفع، معلش، لما تنزل في اعماق البحار والضغط يكون مرتفع وبعدين تطلع مره واحده، ممكن الالفيولايت رابشر منك، تمام؟ فبياخد هيليوم. ليه الهيليوم ده؟ بيكيب الالفيولاي مفتوحه. لو فاكرين الاكسجين كان بيعمل بالمونري اتلكتيزس عشان هو غير قادر ان هو يكيب الالفيولاي مفتوح، تمام؟ تمام. يبقى احنا بناخد الهيليوم مع الاكسجين في حاجتين، الستيتس ازماتيكس والدايفنج بيبول. كمان هو بيقول لك ان هو نون انفلامبل، يعني مشكله الاكسجين يا اولاد ان هو غاز قابل للاحتراق الاشتعال، فممكن يسبب اصلا حرائق في اوض العمليات في المستشفيات بسبب الانابيب الاكسجين، فدي مش حاجه سهله، مش حاجه سيف. فغالبا بيكون خلطينه مع الهيليوم عشان هو نون انفلامبل، فبيقلل الموضوع شويه. نيجي نقرا الكلام بقى المكتوب، بيقول لك ان هو هاي ديفيوزبل ديو تو لو ديستي، الكثافه بتاعته قليله، فبالتالي الستاتس ازماتيكس ده بيبقى عايز يتعالج بسرعه، بجد بجد عايز يتلحق. فهتدي له ايه؟ هتدي له 80% هيليوم و20% اكسجين. ليه؟ عشان الهيليوم هايلي ديفيوزبل، فهيساعد على الديفيوجن بتاع الاكسجين للتيشوز. طيب بعد كده نون انفلامبل، زي ما اتفقنا ان الاكسجين ده غاز قابل للاشتعال، فمحتاج ايه؟ تهدي الجو شويه بهيليوم. طيب هو كمان بنستعمله في الديكومبريشن تايم، تو ريديوس ديكومبريشن تايم افتر دايفنج، بعد ما الغواصين يطلعوا من البحر بيقعدوا في اوضه كده فيها ديكم. بصوا فككم من كده، هو مع الناس الدايفنج بيبول والستاتس ازماتيكس وبيقلل الحرائق، ده كده الهيليوم، تمام؟ تمام. نيجي بقى بعد كده للكربون دايكسايد، اخر حاجه خلاص بجد، تمام؟ الكربون دايكسايد الاكشنز بتاعته ان هو بيعمل ايه؟ سي ان اس ديبريشن، زي مين يا ولاد؟ زي الاكسجين برضو، كان بيقلل السي ان اس. طيب بيعمل ريسبيراتوري ستيميليشن، لان قلنا ازاي الجهاز، ازاي جسمك اسمنا ذكي، فازاي بيعرف ان انا محتاج دلوقتي اكسجين لما الكربون دايكسايد يزيد، حلو؟ طب هيعمل ايه رد فعله؟ ان هو هيبدا يتنفس بسرعه وبعمق، تمام؟ تمام. على السي في اس بيعمل ايه؟ كاردييك ديبريشن، وبيعمل بازو دايليتيشن، تمام؟ بيزود السمباثيك برضو زي الاكسجين، هو تقريبا زي الاكسجين مع حته الريسبيراتوري سنتر ده، تمام؟ بيزود الكاتيكولامين اللي هما الابنفرين وكده، ويعمل كارديك ستيميليشن. فبس يعني ما فيهاش حاجه الحته دي بالظبط، يعني كل الحاجات دي ان هو بيزود هارت ريت وكارديك اوت بوت والحاجات دي كلها نتيجه لان السمباثيك زاد، تمام؟ تمام. احنا كده ثانك يو، لا ايه ده مش ثانك يو. طب بيقول لك بقى ثيرابيوتيك يوزز بتاعه الايه؟ الكربون دايكسايد. الكربون دايكسايد بنستعمل الكربونجين، اللي هو لو فاكرين الكربونجين ده كان 95% اكسجين و5% ايه؟ كربون دايكسايد، مع كربون مونوكسيد بويزنينج في حاله الهايبوكسيا. احنا زي ما اتفقنا ما ينفعش ندي الاكسجين لوحده عشان ده بيعمل ابنيا، وممكن الجسم يتعود ان بس في اكسجين فما يبداش يحصل ريسبيراتوري ايه؟ انهيبيشن، تمام؟ تمام. وبرده مع الجنرال اناسيزي، تمام؟ لان هو بيأكسلريت الاندكشن اند ريكفري فروم اناسيزي. حلو، انا بدي في الجنرال انستيزيا كده حاجتين، اكسجين وكربون دايكسايد. الاكسجين عشان بيخفف الهالوثان، والكربون دايكسايد عشان هو بي اكسلريت الاندكشن اند ريكفري فروم انستيزيا، مش عارفه اسمها ايه، ان هو بيسهل التعافي من الانستيزيا. طيب بعد كده برضو بنستعمله في الفريزنج لوكال انستيزيا، يعني في حاجه اسمها الانستيزيا انه بالتجميد، تمام؟ يسقع المكان قوي لدرجه انت ما تبقاش حاسس بيه، تمام؟ وفي الكيريوثيرابي فور ووردز اند بيرث ماركس. يعني ايه كيريوثيرابي؟ يعني العلاج بالكي. الووردز دي يعني زي مثلا زوائد جلديه بتبقى طالعه كبيره قوي، فبنعالجها بالكي، تمام؟ برده ممكن نستعمل كربون دايكسايد فيها. طيب في اللابروسكوبي، تمام، برده بنستعمله مع الكربونيتد ووتر. الكربونيتد ووتر دي او الصودا ووتر بصراحه. طيب الحته، هل الكربون دايكسايد مهم؟ مش قوي والله يا اولاد بجد، تمام كده. ثانك يو. طيب هل ثانك يو؟ لا، احنا هنراجع المحاضره بتاعتنا سريعا. يا نهار ابيض انا برجع ازاي؟ رجعوني اهو، تمام، بسم الله.
التكنولوجيا دي مش بتاعتي. طيب اهو زي ما اتفقنا خربوش الشاي زمانه خلص دلوقتي. طيب ايه الجالس بقى؟ ثيرابيوتكس ونوكشوس. ثيرابيوتكس اوكسجين كربون دايوكسيد وهيليوم، النوكشوس كربون مونوكسيد وهيدروجين سيانايد. طيب نيجي نتكلم على كربون مونوكسيد اللي هو بتاع احتراق المواد العضويه زي الحطب وكده، وكلمه السر عندنا اكسجين. هو والاكسجين نقر ونقير، فايه بالظبط الميكانيزم اوف اكشن بتاعه؟ هو هايلي افينيتي للهيموجلوبين، تمام؟ ف 210 مره اكتر من الاكسجين، فبالتالي الاكسجين كارين كاباسيتي هتقل. طيب التريتمنت بتاعه هنا ايه؟ اكسجين. هو الفكره هنا كلمه السر اكسجين، حلو. طيب هديله اكسجين نوعه ايه؟ هايبرباريك اكسجين، حاجه تانية اسمها كاربينوجين. طبعا هترانسفير البيشنت للفريش اير، ما ينفعش احطه في الانفايرمنت اللي هو اتخنق فيها، واديله سبورتيف تريتمنت. طيب دي السيمتومز بتاعت الكربون مونوكسيد. ساينايد بويزنينج مهمه جدا جدا جدا. الساينايد بويزنينج ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعها؟ ان هو بيمسك في السيتوكروم اوكسيديز انزيم. حلو، السيتوكروم اوكسيديز انزيم بيمسك فيه يعمل ستيبل كومبلكس، فالسيتوكروم اوكسيديز انزيم مش هيعرف يشتغل، فبالتالي الخلايا مش هتعرف تستعمل الاكسجين، عشان السيتوكروم اوكسيديز انزيم ده كان بيخلي ياخد من الهيموجلوبين الاكسجين ويديله كربون دايوكسيد. طيب نيجي بقى نتكلم عن المانيفستيشن، يا اما هاي يا اما لو، والاثنين هيموتوا. الهاي هيموت بسرعه بس اللو هياخد وقت شويه مانيفستيشن كده لحد ما يموت. طيب ايه الفيتال دوز بقى؟ 1.5 مللي جرام بالايه؟ بالكيجي. طيب هل هي مهمه؟ ما اعتقدش قوي ان هي مهمه الحته المانيفستيشن دي، حتى الدكتور قالت ان هي مش مهمه قوي، الميكانيزم مهم. طيب نيجي بقى نتكلم على تريتمنت اوف توكسيستي. تريتمنت اوف توكسيستي اوكسجين اتنين مع بعض واتنين شبه بعض. الاكسجين ثيربي عشان ده بيعمل ديليوشن للساينايد في الاير واي. طيب الاثنين اللي شبه بعض اللي هما كريتنج ايجنت كان دايكوبالت وهيدروكسيكوبالامين. الاثنين اللي مع بعض مكملين مع بعض اللي هو صوديوم نيترايت وصوديوم سايسلبيت. صوديوم نيترايت يحول الهيموجلوبين لميتهيموجلوبين عن طريق يحول الفيرس لفيرك، فيبقى في ميتهيموجلوبين يمسك في الساينايد يبقى سيانوميتهيموجلوبين. السيانوميتهيموجلوبين يمسك في الصوديوم سايسلفيت يتكون عندي كومبوننت اسمه ايه؟ سايوسيانيد. سايوسيانيد، السايوسيانيد ده نون توكسيك كان بي اكسكريتد ان ذا يورين. تمام. دول الاشكال بتاعت الادويه. طيب بعد كده هنيجي نتكلم على الام سي كيو ده، احنا حلينا مع بعض خلاص. الاكسجين زي ما اتفقنا يعني ايه؟ هايبوكسيا، يعني مفيش تشو في مفيش قصدي اكسجين في التشو. طيب ايه الكوزس هنا؟ يا اما في الانفايرمنت من بره هاي التيتيود او باراليسيس اوف ريسبيراتوري مصر فمش عارفه يوصل لها الاكسجين، يا اما مشكله في اللنج ذات نفسها زي سي او بي تي، يا اما مشكله في الترانسبورتيشن بتاع الاكسجين جوه الجسم، يا اما مشكله بقى في التيشو ذات نفسها مش عارفه تلقط الاكسجين. طيب ايه المانيفستيشن؟ ساينوزس. ساينوزس ومعانا بيزود حاجتين الريسبيريشن والسي في اس، ويقلل حاجه اللي هي السي ان اس. تمام. الحته دي بقى مهمه، هايبر باريك والنورمو باريك. النورمو باريك ده 40-60، الهايبر باريك ده 100%. النورمو باريك ده بنستعمله بيخفف الصداع، يعني بيعمل ديليوشن للهالفات، والصداع ده اللي هو المايجرين هيدك، الراجل عنده نقص اكسجين اللي هو الهايبوكسيا، وبطنه منفوخه اللي هو ابدومينال ديستنشن اللي هو باراليتيك ايدس. طب الهايبر باريك بقى 3 سي، عمليات واشعه وانيروبيك انفكشن. 3 سي اللي هم مين؟ كربون مونوكسيد بويزنينج وساينايد بويزنينج، تمام، والسيركيلاتري كوز. طيب عمليات اللي هو كاردييك اوبريشن واورجان ترانسبلانتيشن، اشعه في راديو ثيرابي وفي راديو رابيدلي جروينج تيومرز. طيب معانا برضو انيروبيك انفكشن. تمام. الحته دي مهمه، الحته برضو اللي جايه مهم اللي هو السايد افكت بتاع الاكسجين ثيرابي. يعمل ابني، يعمل ريترولينتال فايبروسيس ان بريماتور نيونيت، بالمونري اتلكتيزس، اوكسجين بويزنينج، وسي ان اس بقى يعمل ايه؟ مسل تويتشز، فيرتيجو، كونفولجن، لوس اوف كونشسنس. والحاجات دي احنا اتكلمنا عنها يعني واحنا بنشرح. تمام. طيب هنيجي بقى نتكلم عن الهيليوم. الهيليوم ده ملوش شخصيه، تمام، دايما لازق في ديل الاكسجين، يا اما في علاج الستاتس ازماتيكس، يا اما في علاج يا اما في بيريديوس دي كومبريشن تايم افتر دايفنج. كمان هو هادي نون انفلامبل مش زي الاكسجين، وبحطه مع الاكسجين عشان يقلل الاكسبلوسيف انسيستيك ميكستشر. يعني لو الاكسجين ده غاز قابل للاشتعال خلاص حط له هيليوم which is ايه؟ نون انفلامبل. طيب نيجي بعد كده للكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد الاكشن بتاعه بيعمل سي ان اس ديبريشن، يعمل ستيميليشن للريسبيراتوري، ستيميليشن للسي بي اس عشان بيزود السمبسيتك، بس تقريبا شبه الاكسجين. طيب الثيرابيوتيك يوزز بتاعته، يا اما في الكاربوجين، الكاربوجين ده استعملناه في الكربون دايوكسيد، قصدي الكربون مونوكسيد بويزنينج،
في الهاي بوكسيا وفي جنرال اناسيزيا، يا اما اللي هو سنو، يعني ان انا بجمد الكربون دايكسايد عند درجه حراره ماينس 76. تمام، وبستعمله في اللابروسكوبي وفي الكربونيتد ووتر. حاجه دي الحته دي مش مهمه قوي. تمام، يبقى الحته المهمه في التوتوريال النهارده هي هنمشي كده بالترتيب: الساينايد مهم، الاكسجين مهم، الاكسجين مهم الهايبر بارك والنورمو بارك، السايد افكت بتاع الاكسجين برده مهمه، الساينايد تريتمنت اوف توكسيستي اوف ساينايد مهمه جدا 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 والدكتور شرحتها بالتفصيل، الميكانيزم اوف اكشن بتاع الساينايد برده مهم. على خير ان شاء الله، وسامحوني لو قصرت في اي حاجه، وباي باي.